بعد وعد موسيماني نجم جديد يقترب من صفوف القلعة الحمراء. بتسجيله أكثر من ثلث أهداف فريقه في البطولة، الكاف يحتفل بنجم الزمالك. بعد أدائه المتميز وتألقه في الفترة الأخيرة، مفاجأة سارة من إدارة أرسنال للنني. نجم بافاري يقترب من ريال مدريد بعد رفضه راتب خيالي من بايرن ميونخ. ماتادور نادال يصل للفوز الألف في مسيرته. بموجب اتفاق كان بين إدارة الأهلي ومدربها الجديد الجنوب أفريقي بيتسي موسيماني، نجم جديد بيقترب من ارتداء الفانيلا الحمراء. تقارير الجنوب أفريقية كشفت عن توصل الأهلي لاتفاق مع نجم صن داونز المهاجم الأوروغواني جيستن سيرينيو. التقارير أوضحت كمان أن الأهلي توصل الاتفاق الشخصي مع سيرينيو، لكن العقبة الآن هي اشتراط الفريق الجنوب أفريقي الحصول على أكثر من 3 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب اللي كان موسيماني وعد بتسهيل انتقاله للمارد الأحمر. أما المهاجم اللي بيثبت كل يوم أنه من طراز فريد وأنه فعلا مستقبل كرة القدم المصرية في الوقت الحالي، فهو نجم الزمالك مصطفى محمد. مصطفى بعد تألقه أمام الرجاء المغربي وقيادة فريقه للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، احتفل به الكاف بطريقة يستحقها. الكاف بعد اختياره مصطفى محمد رجل المباراة نشر إحصائية مثيرة بتوضح مدى أهمية مساهمته مع فريقه في دوري أبطال إفريقيا بتسجيله أكثر من 33% من أهداف الزمالك في البطولة. لسه مع تألق اللاعبين المصريين، لكن المرة دي مع المحترفين اللي رافعين اسم مصر في أقوى البطولات العالمية. كلامنا هنا عن نجم منتخبنا الوطني محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي اللي بيقدم واحدة من أفضل مواسمه مع الفريق. النني بعد مشاركته في 9 مباريات مع فريقه من بداية الموسم اقترب من تجديد عقده مع الجانرز بعد اعتماد الأسباني ميكيل أرتيتا عليه بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة. أما لمفاوضات تجديد عقده تعثرت بشكل كبير، فهو النجم النمساوي دافيد ألابا مع إدارة نادي باير ميونخ الألماني. ألابا اللي حقق إنجازات كتير جدا مع الفريق البافاري وآخرها دوري أبطال أوروبا، أصبح في الوقت الحالي قريب من ريال مدريد. وكيل أعمال المدافع النمساوي بدأ مفاوضات مع مسؤولين نادي الملكي لنقل موكله للعب تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان بدءا من الموسم المقبل، بعد ما رفض ألابا كل عروض تجديد عقده مع بايرن رغم وصولها ل 17 مليون يورو في الموسم الواحد. في أسبانيا لا صوت يعلو فوق صوت الماتادور رافائيل نادال، نجم التنس اللي بيواصل تحقيق أرقام صعب جدا حد يوصل لها. نادال وصل للفوز الألف في مسيرته الاحترافية خلال 18 سنة. فوز نادال بالمباراة رقم اتحقق على مواطنة لوبيز في الدور الثاني من بطولة باريس المفتوحة للتنس، عشان يكون رابع لاعب يكسر حاجز الألف فوز في مسيرته، في قائمة بينافسوا عليها حاليا السويسري روجر فيدرر صاحب 1242 فوز. تابعونا عبر منصتنا الإعلامية المختلفة بالسوشيال ميديا. تقبلوا تحياتي، أنا هند مدحت ورئيس التحرير محمد زمهرية.